نعم منى، في الحقيقة الصراع مع بداية هذا اليوم يتركز في المنطقة الشرقية. وفق تأكيد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قالت بأن مواقع الجيش الأوكراني في جميع الخط الفاصل بمقاطعتي دونيتسك ولوهانسك تتعرض لهجوم روسي، وأكدت أنه خلال 24 ساعة الأخيرة صدت القوات الأوكرانية 16 هجوما للجيش الروسي في هذه المناطق. وقالت بأن هناك محاولات روسية لتطويق مدينتي ليسيتشانسك وكذلك سيفيرودونيتسك في مقاطعة لوهانسك بهدف الوصول إلى الحدود الإدارية في هذه المقاطعة، وتبقى المدينتين ربما هما المدينتين الأخيرتين اللتين تسيطر عليهما كييف. حاكم منطقة لوهانسك قال بأن القصف الروسي الذي استهدف سيفيرودونيتسك خلال الساعات الماضية أدى إلى مقتل نحو 4 مدنيين، في حصيلة جديدة لهذه المدينة التي تعاني أصلا خاصة بعد قطع الجسر أو تدمير الجسر الرابط بينها وبين مدينة ليسيتشانسك. في غضون ذلك أشارت أيضا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليوم بأن خطر أن تقوم روسيا بهجمات صاروخية من الأراضي البيلاروسية ما يزال قائما، وقالت بأن الجانب الروسي قام بنشر منظومة الإسكندر للصواريخ على بعد 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية في منطقة بريست، مما ربما يمهد أو يزيد المخاوف من الاستهداف الجوي المكثف للأراضي الأوكرانية. أمر آخر أشارت إليه القوات الأوكرانية فيما يتعلق بمدينة سيفيرودونيتسك، كبرى مدن منطقة دونيتسك. هذا اليوم الرابع في الحقيقة الذي تشير إليه البيانات القوات الأوكرانية إلى التعزيزات العسكرية الروسية في محيط هذه المدينة، مما يؤشر ربما على معركة كبرى تقترب من هذه المدينة الاستراتيجية. في المناطق الأخرى في المنطقة الشمالية الشرقية، قالت هيئة الأركان بأن المناطق الحدودية أو مواقع الجيش الأوكراني في المناطق الحدودية مع روسيا تعرضت للقصف أيضا هناك. وفي منطقة خاركيف أشارت القوات الأوكرانية بأن الجانب الروسي يحاول الحفاظ على المواقع التي اكتسبها وكذلك دعم تكتيكيا القوات المتواجدة هناك. كيف تناول الأوكران يا محمد تصريحات زيلينسكي برغبته في لقاء بوتين لوقف الحرب؟ هل فهمت على أنها إشارة لبدء تقديم تنازلات؟ منى، دعيني أذكر بأن تصريحات زيلينسكي ليست الأولى من نوعها، حتى قبل أن تبدأ هذه الحرب كان قد أعرب ويعني عن ضرورة لقائه بالرئيس الروسي، وتجددت على مدار الأشهر من هذه الحرب. في بداية الأسابيع الأولى كان قد أكد بأن اللقاء مع بوتين هو وحده الكفيل بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين الجانبين الأوكراني والروسي. لا يرى الأوكرانيون في هذه التصريحات أي جديد. الرئيس الأوكراني كان قد ربما صارح شعبه وفق ما يقول الكثير من المراقبون هنا بأن الوضع صعب ميدانيا للقوات الأوكرانية، خاصة من حيث الخسائر سواء المادية أو البشرية، بلاده تتعرض لدمار كبير. لكن قضية التنازلات هنا تبدو مستبعدة للجانب الأوكراني، وحتى تأكيد هنا من الرئيس زيلينسكي والقيادة بأنه لن تكون أي تنازلات في مقابل وقف الحرب، ولذلك هناك شرط أساسي من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات وأن لا تكون هناك أي شروط مع ضرورة وقف إطلاق النار.